وراك وراك اهلا بك ابو محمد. طبعا تقليد الاصوات وصوت جميل وعندك اعمال في اليوتيوب كثيره يعني حازت على ارقام عاليه. يسمونها هذه اسميها بناتي الصغار. طيب انا من وجهه نظري الشيء اللي انا اشوفه انا انك ما خرجت بالشكل يعني المطلوب اللي ابو محمد يتمناه اعلاميا. والله شوف انت اعلاميا واصل على مستوى الشرائح هذا واصل. الله يسعدك يا ما جينا بعدك يا لكن كذا هي اعطي وضع هذه بما خلك نفسك انت. طب لكن انا اقول اشوف يعني اسم سعد الدوسري ما وصل يعني في اسماء مواهب اقل من سعد الدوسري. هذا حبيبي اقل من سعد الدوسري بكثير. يا سلام. هل واصلين وصلوا للساحة ومعروفين وسعد الدوسري هل هو وصل إلى 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 يعني المكان اللي هو يشوف أنه يستحقه وصله يعني؟ والله يا حبيبي بدر عجبني صراحة هذا السؤال صراحة فعلا يعني. هل خدمت خلني أقربها عشان تجاوب عليه بشكل صحيح والمتابع. هل خدمت دعمت في الإعلام أم حربت أم إلى آخره؟ لأن أنا أعرفك صراحة من قرب. انت صاحب صوت اتوقع ان ما في الساحه حد يعني يتحداك يا حبيبي. واخشى اني يعني احطك في مصاف ايش اخشى منه؟ لما انا ما اخشى لكن ما ودنا يعني نخطي على احد ونقدم احد. لكن انا اشوفك انك من مصاف الاصحاب الاصوات الجميله في الساحه. اولا شكرا لك على السؤال. انا رجل شهادات كثيره انا في الاخير يعني صريح بكون معك صريح يا ابو سعود. اولا المشكله سهلة ولكنها صعبة الفهم. ركز بديت أتفلسف صح؟ الله أكبر. الله أكبر. الساحة مليانة منشدين، في منشدين كثير يجون وفي منشدين يختفون. ترى في ناس كانوا في الصفوف الأولى ونزلوا وفي ناس ما كانوا معروفين والآن طلعوا. فهي سبحان الله أولا القبول من ربي سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تحتاج إلى بعض الأشياء قد تكون تعمل في نفس المنظومة. أولاً الدعم اللوجستي. إيش الدعم اللوجستي يكون؟ يعني إنه تكون مدعوم من نفس يعني العام ككل، من العائلة للأصدقاء للأصحاب إلى 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 إلى, إلى آخره. إضافة وجود الكلمة الحلوة، وجود اللحن الحلو، وجود الاستوديو يكون بشكل الهندسة الصوت. كل هذه عوامل مساعدة لنجاح أي عمل ممكن. ولكن في أعمال كثيرة نجحت أنا أسمعها كويسة ولكن سبحان الله ما جالها قبول. فهذه المعادلة صعبة الفهم. يعني واحد يجتهد، واحد يقدم، واحد يسوي، الباقي على الله في الأخير. هل أنت تتمنى فعلا أنك تتقدم، تتمنى فعلا تكون في الصف الأولى، تتمنى دائما كذا؟ هذا اللي تطلع به أي شيء. لو ما كان في هذا الطموح وهذا الشغف أعتقد ما حد كان سوى أي عمل إنشادي أو أي عمل شيلة أو أو أو, أو, أو إلى ما لآخر. ولكن يبقى في الأخير الحكم للجمهور، ومع أن أحيانا قد يكون حكم الجمهور ظالم بعض الشيء، ولكن هذه ساحة وفيها ناس يتميزون، ناس يتقدمون، وحتى البقاء على القمة شيء صعب. فأعتقد هذا هو السبب أرى في نفسي. طيب يعني ولكن أعتقد أنه في يوم من الأيام أعتقد سأجد نفسي مكان أفضل إن شاء الله. اللي أنا أفهم أنك يعني ما دعمت لوجستيا معنويا. فيه أشياء يعني صراحة إحنا يعني فقدتها هذه الدعم اللوجستي صراحة شوي يعني نحتاج لها. إيش فكرة الدعم اللوجستي هذه؟ عشان بس أوضحها للأخوة المشاهدين. الدعم اللوجستي أنه أنا نشأت في مكان يفتقر، أو المكان أنا فيه بالضبط الآن موجود فيه يفتقر إلى الشعار، ويفتقر الأشخاص اللي يحبون الأناشيد ومجتمعي الآن اللي أنا فيه يعني. لأن طبعاً أنا موظف وكذا وكذا، فبعيدين كل البعد عن هذه الأشياء صراحة. أنا الإعلام بشكل عام بحكم المحيط الذي أنا أعمل فيه في شغلي الخاص. فهذا قد يكون سبب عدم ملامستي للمنشدين أو قربي منهم أو قربي كثير من الشعار يبعدك عن مجال الإنشاد بشكل كامل. فهذا الصح أنك أنت لما تكون لاعب كرة قدم كمثال لازم تكون في نفس محيط كرة القدم، تكون مع يعني مدربين، بتكون مع اللاعبين، بتكون قريب من الجمهور حق كرة القدم. لكن أنت لاعب كرة قدم وتكون في مكان آخر.